انا بالنسبه لي زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا ان الجيل ده ياخد بطوله افريقيا، والدليل هيكون في تصريحات تريزيجيه. تعالوا نشوف تصريحات تريزيجيه اللي قالها النهارده او امبارح في المؤتمر الصحفي. قال خساره نهائي امم افريقيا مرتين كابوس. كشف محمود تريزيجيه لاعب فريق ترابزون سبور التركي ومنتخب مصر الوطني اهميه تحقيق بطوله افريقيا للفراعنه بالاخص بعد خساره نهائيين. وقال تريزيجيه في تصريحات للمؤتمر الصحفي قبل مباراه زامبيا: جميع اللاعبين مستعدين للتحدي في بطوله افريقيا، لكن هذا الجيل خسر نهائيين من قبل، ولكن ولو كان فاز بهم كان سيبقى وضعنا في افريقيا وضع اخر. واضاف: الجيل الحالي مجتمع على انه لابد من ان نتوج ببطوله افريقيا حتى ننهي تاريخنا ببطوله مع المنتخب. خساره نهائيين كابوس، وهدفنا حاليا هو التتويج ببطوله افريقيا. واوضح تريزيجيه: اللاعبون تقدر اهميه الصعود لكاس العالم، نشعر باننا قدمنا شيء لبلدنا. كما ذكرت الجميع مركز على بطوله افريقيا، والهدف الثاني هو التاهل للمونديال وتشريف بلدنا. واكمل واكمل: نريد ان يكتب هذا الجيل اسمه في التاريخ وجميع يتذكره، وبالمناسبه لمباراه زامبيا والجزائر مباراتين قويتين، ونسعى للنجاح في هذا التحدي. هي تصريحات واضحه، ولاعيبه منتخب مصر كلها عندها نفس الاصرار، وكلهم حاسين ان هم محتاجين ياخدوا بطوله افريقيا. دي شيء مهم جدا، المسؤوليه تجاه حاجه زي كده مهمه جدا. تريزيجيه واحد من الناس اللي لازم يبقى ليه دور، لانه احنا شفنا تريزيجيه وهو بيعيط في البطوله اللي فاتت او النهائي اللي فات و2017 كمان مرتين، بيقول مرتين ما وصلناش، وواضح قوي هو واخد محمد صلاح بيقول له احنا بقاله مرتين بنوصل النهائي ما بنكسبش. يعني الحقيقه ان هي شيء تقيل على لعيب كره قدم في منتخب زي منتخب مصر دايما مرشح للبطوله، شيء تقيل جدا. نتمنى ان اللعيبه تحس بالنقطه دي، نتمنى ان هم يبقوا قد المسؤوليه، نتمنى ان احنا يعني كمجموعه مواهب مجتمعه احنا عندنا كل المؤهلات زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نكسب بطوله افريقيا. والجمهور داعم، واكيد كل الوسط الرياضي داعم.